واحد، هل تسعى الصين حقا إلى قلب نظام الحكم في أمريكا؟ الرئيس ترامب ثم نائب الرئيس مايك بنس، الاتنين اتكلموا ورا بعض بفارق بسيط في الزمن، إنه الصين تسعى إلى إزاحة الرئيس ترامب من السلطة وقلب نظام الحكم. مايك بنس قال إنه الصين دولة شريرة تسعى للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا أمريكا، وإن هي تريد هدم الديمقراطية الأمريكية وتريد إسقاط الرئيس دونالد ترامب. قال أيضا إنه الصين تسعى إلى التأثير على الرأي العام بحيث لا ينتخب الأمريكيون الحزب الجمهوري في التجديد اللي هو في نوفمبر 2018. نفس الكلام قاله قبل فترة الرئيس ترامب، قال إن الحرب التجارية بين البلدين خلت الصين عايزة تنتقم، والصين بتسعى لإزاحة الرئيس ترامب من السلطة وبالتالي قلب نظام الحكم. طبعا ده اتهام مثير جدا، إن أمريكا التي طالما اتهمت بدعمها لمحاولات قلب نظم حكم حول العالم، دلوقتي أمريكا بتتهم دول أخرى بمحاولة قلب نظام الحكم داخل أمريكا. قبل الرئيس ترامب ومنذ أول رئيس أمريكي كان هذا الكلام مستحيل، لم يحدث هذا الكلام من قبل، من أول رئيس أمريكي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عمر ده ما كان ممكن تسمعه قبل كده، إن في دولة بتتدخل في الشؤون الداخلية الأمريكية، كان ده من أمريكا تتدخل في الشؤون الداخلية أي دولة أخرى، وإن دولة بتسعى للتأثير على الرأي العام الأمريكي، كان ده من أمريكا تسعى للتأثير على الرأي العام في أي بلد، وإن دولة تريد إزاحة الرئيس الأمريكي، كان ده من أمريكا تريد إزاحة الرئيس الفلاني، وإن دولة بتسعى لقلب نظام الحكم في أمريكا، كانت أمريكا اللي بتقلب نظام الحكم في دول أخرى. إحنا إزاء جديد تماما في السياسة والتاريخ، اتهام أمريكا للصين واتهامها لروسيا بمحاولات قلب نظام الحكم في أمريكا.